من فترة ليست بعيدة واحنا بنتكلم عن التحديثات الأخيرة للفيديوهات القصيرة، اتكلمنا ان اليوتيوب ازال اهم ميزتين من الفيديوهات القصيرة، ميزة البطاقات وميزة شاشة النهاية، بعد ان ادخل تحديث مهم جدا لزيادة المشاهدات، واتكلمنا عنه قبل كده 100,000 مرة. والميزة دي لو جينا على التفاصيل وضغطنا عليها وبصينا على الشمال هنلاقي ميزة فيديو ذو صلة، والربط بين فيديوهاتك الطويلة وفيديوهاتك القصيرة، وازاي تقدر تخلي جمهورك اللي على الفيديوهات القصيرة يروح لفيديوهاتك الطويلة من خلال النقر على الرابط. وقلنا في الفيديو ده وعملت فيديو كامل عن الموضوع ده ان اليوتيوب ازال ميزة شاشة النهاية وميزة البطاقات، ولكن بنكتشف النهاردة ان الوضع اتغير وكل حاجة اختلف، ومكان اضافة شاشة النهاية والبطاقات يظهر من جديد في مكان اخر. تعالوا مع بعض. قد يرى البعض ان هذا تحديث ملوش اي علاقة ولا ليه لازمة، بس احنا فايدتنا في المحتوى التعليمي اننا نوضح لك ازاي تعمل اضافة للبطاقات وشاشة النهاية في الفيديوهات القصيرة، اللي تقريبا مش هتلاقي الموضوع ده مشروح غير في قناتين، يوسف الباز وبابا المجال. الكلام ده مش هتلاقيه بره لان الموضوع لسه موصلش اصلا ليهم. تابع بقى معايا علشان لما تسمع الكلام ده بره تعرف ان المتوحد فكرة كان من اوائل الناس اللي اتكلموا عن الموضوع ده ان لم يكن الاول. تعالوا مع بعض على اداة التعديل ونضغط عليها ونبص تحت على بطاقات المعلومات وشاشة النهاية. حضرتك تقدر تضيفهم من أداة التعديل، لكن ما تقدرش تضيفهم من التفاصيل، وده الظهور الجديد. هل الظهور ده هيكمل مدى الحياة ولا لأ؟ ما نعرفش، لأن أنا اتكلمت قبل كده عن إزالتهم ورجعوا، بكرة ممكن يبقوا موجودين وممكن يبقوا مش موجودين. فلو حضرتك بتتفرج على الفيديو ده بعد 30/9 فأنا بقول لحضرتك النهاردة بدأوا يظهروا في أداة التعديل، الأول ما كانوش ظاهرين. فحضرتك لو جيت بصيت وعملت تعديل هتقدر تضيف البطاقات اللي انت عايزها، سواء حضرتك عايز تضيف فيديو او تضيف قائمة تشغيل او قناة او رابط، اي حاجة انت عايزها ممكن تضيفها في البطاقات. ولكن اعتقد ان الموضوع مش هيكمل، هقول لك ليه دلوقتي. وكمان ممكن تضيف شاشة النهاية، بس يجب ان يكون الفيديو مدته يزيد عن 25 ثانية، اما الفيديو ده اقل بكتير جدا. عايز اقول لحضرتك ان الموضوع لما جيت بصيت وظهرت هنا ما شفتش البطاقات بتظهر في الخلاصات، بتظهر بس في الصفحة الرئيسية لما بتيجي تفتح الفيديو من الصفحة الرئيسية. فاعتقد ان الموضوع ممكن الناس تشوفه مش مفيد ليها، ولكن في منشئين محتوى اخرين ممكن يستفادوا منها لو هم بيفتحوا او بيحاولوا يعملوا روابط، واليوتيوب ازال الروابط من التعليقات في تحديثاته الاخيرة. فاعتقد برضو موضوع انك تضيف رابط هنا، لو جينا عملنا تعديل وعملنا مثلا اضافه مثلا رابط اهو رابط، وجينا دخلنا مثلا خدنا اي صفحه فيسبوك، يعني فيسبوك بتاعتي الشخصيه، فيسبوك اللي بنعمل عليها اعلانات اهي، وخدناها الصفحه اهي ماشي، وحتى الصفحه نفسها ثواني، حتى الصفحه نفسها كده اهو، وخدنا ورحنا هنا وضفناها وعملنا تطبيق. هل الموضوع ممكن يكذب؟ بص هيقول لك ايه، ضيف ايه صوره، ممكن اضيف الصوره دي ماشي، تطبيق ماشي، العبارة صفحتي الشخصية اوكي، وصفحتي الشخصية وحبس، تم تم، اتطبق اتطبق، ظهر ظهر اهو، ظهر صفحتي الشخصية بالظبط. استنى نطلع فوق ثواني، حد كده شوية، ليه مش راضي يجي؟ تعديل تعديل فين؟ تعديل، طب ارجع ورا وادخل تاني على الفيديو نفسه، اعمل تعديل، أداة التعديل ماشي، واعمل تعديل بطاقات ماشي، حياته كده اهو. بص تعالى شوف اهي، المفروض ان كل واحد فينا يدعم التاني. بص ظهرت، بس هل هتفضل موجوده؟ اعتقد لا، ده وجهة نظر الشخصيه. انا حبيت اوضح لك، ممكن تشوف الميزه ملهاش لازمه بس حبيت اوضحها، علشان في ناس كتير جدا بتسألني هو احنا نضيف البطاقات وشاشة النهاية منين؟ من هنا، من أداة التعديل. شكرا للجميع.